in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد أزرلين رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يلعب فيفا 22 معنا جيم خفيف لطيف، بتمنى إنه يعجبكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبس استمتعوا بالفيديو. يا رب فريق ثقيل هيك يما يا أخوان. ماشي فريق ثقيل بس مش لهالدرجة. يا الله إيش هاي الألوان، لعيبة أول مرة بشوفها. الله يا رب يكون بعرف شي. ما عندي، ما اتوقع ايش حتى شعار ولا ليقا حاط، اول مره بشوف هيك شعار. بعرف هذا شعار دوري مش شعار. اوكي نايس، مش شعار فريق. اوكي نايس، والله شكله لعيب. لازم نرزع جول هيك من اولها بهدي. اوكي او يرزعنا جول احنا. اعطيني رامز جوا. الله لا يعطيك العافية. يا الله كيف جاب الجول بن يدر. قلت لي بدك واحد لعيبة. كيف نفوز؟ لهسه ما شفت حارس انا. مرر. خذ لك تمرر من ماني. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. مستحيلة هذه اللقطة. مركز جميل من سمولينج. والله في أمل. إن شاء الله يعني. كرة بعيدة حارس المرمى. سقراط. يا عمري يا الله. خذ لك تخلص الكره في مناطق الخصم. حلوه الكره. والله لو دخلت. جيمي باردي يلا يزيف. يا الله يا زياش لو انك زبطتها بس. وسام بن يدر طلعت برا. طلعت برا يا طبل. هاي مش عارف تسجلها. يا عمري يلا يا ماني ليتس جو. لا لا بديش اخلط. هذا راح يفوز عليه 10-0. كل جول بقول يخلط. خليه بس نضمن وان شاء الله اللي افوز. ان شاء الله ما بوعدكم نتيجة بس ان شاء الله نفوز. لا يلا مش مشكلة ماشي. ليفاندوفسكي حرام بيخلص الكرة بيبعد الخطورة. يا ربنا يا الله. مستحيل الكرة كرة بترتد من القائم. يا الله يا اخوان انا محظوظ. انا محظوظ يا اخوان. انا محظوظ يا شباب. مرر روح. مين هذا؟ اوكي مش سريع. وين الحظ اللي صار قبل شوي؟ انا لسه مش مستوعبه. كفو خذوا هاي من مولر بس. اوه حرام. يا عمري يا ارنولد. ايوه هيك جلد. لا خلص. اوكي لا منسلل. يا عمري اوه يا الله ليفا بس لو عنده شوية سرعة. يا الله افضل مهاجم بالعالم.
بس شوية صعوبة. ايه تنطلق لامي صفرة حكم المباراة. يما كيف هجم علي كلهم، انا خفت. ويليامز، الله على النظرة، كم ممكن تشكل يا خطورة، الله لم تكن يا بعيدة، الله، لو جول الكرة هاي رهيب تتحرك والله وتسير الجول. على الحمد الطاولة. لله انا مش جول طبعا. زياش، المساحة شوف شوف عند هذا، جيمي بارتي، حرام تسويبة لكن حرام الخطورة يا ناس. تنتهي عند الحارس. واضح من خلال الإحصائيات بأن الفريق يهاجم، بأن الفريق يصنع، والله عندي بأن خمس الفريق تسديدات انا. يحاول على المرمى، لكن حتى هذه اللحظة يفتقد اللمسة الأخيرة واللي تخليه اوكي يصنع الفارق من خلال اوكي الحارس نايس. يحمي مرماه ويمسك بالكرة. لا مش نايس هذا، هذا ابدا مش نايس. راموس ينجح في قطع مرر الطريق. مارتينيز يا افتكر عمري كرة يا في بوجبا. المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. المشكلة تليفه بطيء. أعتقد بأن ساديو ماني فخور بما قدم في شوط المباراة الأول حتى الآن. تمكن من تسجيل هدف اوف تحسين باردي، ايه وتسويق مسكو، ايش الأهداف عمل على له، أرض وقع الملعب مش عارف وأعتقد ايش متسلل. فرصة قول خطيرة هنا استعرض فيها يا لم الله، يسجل هدف جميل، الاهبل لو لكن انه كان ممكن ما والفرصة تفنن تروح فيها كان ما للأرباح. ضاعتش. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. يا يا سلام على عمري، البينية، حتى بس لو طويلة تركلة كثير. واحدة ليفاندوفسكي بيجرب حرام الله على حارس يا المرمى. الله يا اخوان، شوف التصدي، شوف اللقطة، اقسم بالله توتر شوف عالي كثير. الإصابة. عمري سمولينج في المكان السليم بيبعد الكرة. ليفاندوفسكي، شوفوا هاي. تصويبة من ليفاندوفسكي، اخ حارس المرمى شدها بيستعد شوية ليفا، لتطوير مالك؟ الملعب. مارتينيز، هذه هي، مستحيل تضرب بالقائم الكرة كله مجال كثير، انا زي الطبل ماشي. وتتمدد السريعة. خلص نويتها المباراة هاي الي يا اخوان شوف اللقطة، ان شاء الله. شوف كيف الفريق والسرعة. يا نيمار الله يعطيك العافية، ليش هيك تهاجم تلعب؟ الأمام، كرة مرتدة فيها خطورة، لابد من استغلال ضعف التغطية الآن. مرة كرة بتضرب في العارضة. حرام حرام يا التقدم اخوان اللي يأتي صار. قريبا جدا مشاهدينا، الكرة ترتطم جديد وبدون بمر، وتقدم شت الكرة اوكي نايس. تسلل واضح، وانا تحقيق عجقت والله من للهدف بعد العرض، بطلت الثاني. اجمع. منافس، لحظات قليلة تفصلنا عن النهاية، نقلات الكرة، يا عمري الآن هدف التقدم. ايش هاي التمريرة يا نيمار، ايش هاي التمريرة، الله لا يعطيك العافية. الآن عشر شت 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 كرة شت شت، مرتدة فيها جول للتقدم في النصف فيها جول الأخير. فيها جول. حرام حرام يا اخوان، هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل والله الصد حرام. الجيد طلع الوقت بس للمهاجم، 82. لم تشكل أي تهديد. إبعاد الكرة من مكان الخطر، تنفيذ جيد للضغط العالي. يا رب الكرة القوم القوم، هنا يسعد الدين بيه. يا الله والله ما توقعتها، والله ما توقعتها اقسم بالله، قلت خلص. يا الله ما احلى انك تفقد الامل بعدين هيك يرجع لك بلحظة. لا 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 لا، وهدف التقدم. لو انت الرياض الكره، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطوره، يلا مولر. هاي كورتك هاي كورتك، وين وين عجقت انا. يا بدري بدري عليك، بدري عليك تلعب ربونا من هون. وين؟ لا يا نيمار الله لا يعطيك العافية، بس ما تقلب على راسنا بس يا طيب. اوكي اوكي يا عمري، حرام 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 يفوز صراحة. التوقيت والمباراة متعادلة، اي 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 اي، محاولة هدف الحسم. اعطيني هجمة أخيرة، هجمة أخيرة تكفى. وهذه خلص هي الصافرة في هذه الله المباراة مشاهدينا.
وين؟ اقسم بالله مباراة على اعلى طراز، والله هنا رهيبة. بس وين وصلنا لهذا الفيديو؟ بتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وبس مع السلامة.